السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه الاخبار؟ النهارده يوم 4 رمضان 4 رمضان 1443 هجرية، موافق 5 ابريل 2022. هنتكلم النهارده على رواية اثرت وسجلت وارخت تاريخ طويل قوي في التاريخ الامريكي. كتبها واحد من الافريكان امريكان اسمه اليكس هالي، وهي رواية زي ما قلت تاريخية. بسم الله الرحمن الرحيم. بتحكي على تاريخ الأفريكانز ودخولهم أمريكا، وخلال 200 سنة من القرن الـ18 للقرن العشرين. الرواية اتكتبت في 1976 بالمناسبة. طبعا اترجمت للغات كتير جدا، ناس كتيرة قوي من المهتمين بالثقافة الأمريكية وبالحضارة والتاريخ الأمريكي طبعا قرأت الرواية ديت وعملت فيها أبحاث، أو يعني مش عملت في الرواية نفسها أبحاث، ولكنها ساعدت في تأريخ الحقبة الكبيرة ديت على مدار 200 سنة. أشوفكم على خير بكرة إن شاء الله، يوم جديد ورواية جديدة وصيام يوم جديد في رمضان كل سنة، واحنا كلنا طيب ان شاء الله. اشوفكم على خير، مع السلامة.